يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة الرطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 34 والصغرى 24، الإسكندرية 30-24، مطروح 29-22، بورسعيد 30-24، الإسماعيلية 35-24، السويس 34-24، العريش 31-24، طابة 33-24، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27، الأقصر 38-27، أسوان 39-28، الوادي الجديد 39-27، شلاتين 36-27، وأخيرا حلايب 34-26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.